مرحبا بك يا فندم، ولاول مره بنلتقي بك في محراب هذه الكليه الجميله. 3 سنوات على انشاء هذه الكليه، حاجه جميله جدا وفخر لابناء جامعه المنوفيه. يعني هناك ابطال وهناك العاب وهناك انشطه متميزه ومتعدده داخل هذه الكليه الجميله. اهلا بك فندم، شرفتونا في كليه التربيه الرياضيه. نقول اهم الانشطه الجميله داخل كليه التربيه الرياضيه، عندنا ابطال، يعني حاجه جميله جدا، اولادنا من الجنسين البنات والاولاد، حاجه جميله جدا. هناك انشطه متعدده رياضيه مختلفه، هناك بطولات حققتها هذه الكليه وهي على مدى 3 سنوات وتحقق بطولات وتشارك في بطولات. الحمد لله، في الحقيقه كان النشاط الطلابي عندي هنا في الكليه في خلال 3 سنوات عندي طلاب مميزين، اعضاء تدريس مميزين، فاستغلينا ان هم الاولاد على خامات مميزه في الانشطه المختلفه. نعم. فعلشان كده اشتركنا في بطوله الجامعه، والحمد لله حققنا كلها مراكز متقدمه. نعم. واللي ما خدش مركز خد مركز ثاني بس. اه. يمكن خدنا مراكز متقدمه في كره القدم وكره السله وكره اليد والعاب قوه وكل الانشطه، كل الانشطه اللي الجامعه نظمتها كل التربيه الرياضيه شاركت فيها. وحققنا مراكز كتيره قوي قوي قوي، وده وضع طبيعي ان طالب التربيه الرياضيه يبقى مميز. ولكن الاهم من كده ان احنا بنعد اولاد كتيره جدا من هنا ان هم يدخلوا على بطوله جمهوريه. والحمد لله عندنا دلوقتي بتشارك فيها الجامعات المصريه، اللي بتشارك فيها الجامعات المصريه او بطوله الجمهوريه اللي بينظمها الاتحادات المصريه. عندي طالب عمر المحقق رابع عالم في لعبه ايه؟ رابع عالم في التايكوندو. تايكوندو في التايكوندو. في حاجه اسمها في التخصص بتاعه. نعم. عندي بنت محققه دلوقتي رابع برضه الجمهوريه في الكاراتيه. عندي بنوته برضه من كونغ فو هاجر طلعت. عندي كمال اجسام محمد. فده الهدف الاساسي بقى، ان انت ما بتقفش على ان الطالب يمارس الانشطه داخل الكليه فقط، ولكن بيمارسها على مستوى الاتحادات وعلى بطوله الجمهوريه. اما بطولات الجامعه هو كده كده بيشترك فيها، ولكن بدفع الاولاد ان هم يشتركوا في المجال الخارجي اللي هو تابع للاتحادات المصريه في كل الالعاب. على سبيل المثال انا عامل دوره دلوقتي في مع الاشتراك مع اتحاد الجمباز، هنعمل دورة تدريب وتحكيم لطلبة كلية التربية الرياضية. امتى يا فندم؟ ان شاء الله خلال الشهر ده. نعم. وهيبقى لهم فرصة العشر الأوائل اللي هيطلعوا في الـ في في الـ في, الـ في الدورة دي. هيبقى لهم فرصة عمل في نادي الصيد في القاهرة، هياخدهم الناس المحاضرين اللي هم جايبهم هنا وهم كلهم محاضرين. يعني في تعاون بينكم وبين الانديه المختلفه داخل جمهوريه مصر العربيه علشان اولادنا بيحققوا بطولات ورافعين اسم المنوفيه في البطولات سواء الفرديه او الجماعيه. التعاون ما بيني وما بين الكليات، ما بيني وما بين الاتحادات الرياضيه. نعم. وما بيني وما بين الانديه. وعشان كده بوفر عندي عدد كبير جدا من الاولاد بيمارسوا الرياضه في جميع انديه المحافظه المنوفيه، فعلشان كده بنوفر لهم مناخ ان هو يروح يشارك وبنشيل له غياب، وفي نفس الوقت بياخد درجات عاليه على سبيل ان هو بيمارس انشطه خارج نطاق. في سنه ثالثه خدوا الدوره من سنتين وبقى حكام وشغالين دلوقتي في المجال حكام. ومنهم طب العائد اللي بيخش على كليه التربيه الرياضيه من ابناء الكليه اللي بيحققوا مراكز جميله في 3 سنوات وانتوا بتحققوا هذه البطولات والتميز، يمكن الدكتور عبد يعني رئيس الجامعه يعني بيشيد بهذا الاطار وبهذا الموضوع، يعني في انكم بتاخدوا بطولات جميله جدا. الدكتور معوض الخولي، هو الدكتور معوض الخولي هو حقيقي يعني هنقول الرب الاب الروحي لكليه التربيه الرياضيه وصاحب فكره انشاء كليه التربيه الرياضيه، وانا بسميها
اللي بسميه ان هي الكليه ديت يعني الكليه الاولى، هو حطكم على المعترك الاعلامي والدولي بقى يعني على اساس ولا زال الكليه، ولا زال ولا زال لحد النهارده بيدفع فينا. اه والهدف الاساسي هو عشان نخرج خريج تربيه رياضيه مميز لسوق العمل ويفيد المجتمع الخارجي. اخيرا ماذا تود ان تقول لابنائك من طلبه وطالبات كليه التربيه الرياضيه جامعه المنوفيه اللي هم بيحققوا مستويات عاليه، بتقول لهم ايه يا فندم من خلال الدورات، من خلال اشتراكهم في البطولات الدوليه تبع الاتحاد المصري؟ بقول لهم الدوله متبنياكم، جامعه المنوفيه متبنياكم، بقول لكم اعملوا اخلاص للعمل، اسمعوا كل النصائح اللي بتتقال لكم من اساتذتكم، امشوا في الطريق اللي الدوله والجامعه رسمته لكم، وان شاء الله هتحققوا انجازات كتيره جدا جدا في التوقيت. 1 2 1 2 3 4